اليوم يعني احنا سعداء بهذا العرس النضالي اللي جمع جميع الجهات والمناضلين ديال النقابة الديمقراطية للنقل، وذلك لانتخاب كاتب وطني جديد اللي ربما غادي نكون فيه نحمل فيه مسؤولية داخل الوطنية، لما لا، وبأفكار جديدة وبنضالات جديدة مغيرة مع نضالات الكلاسيكية، لأن اليوم يتوخى على السائق أن يعني يلتجي إلى نقابة التي تدافع عنه 100%، وكفانا من العمل النقابي الازدواجي. واليوم كيتبين بأنه السائق بدا كيوعى وكيعرف النقابة اللي كتدافع على هموم ديالو والمشاكل ديالو، كما أن القطاع الآن غادي في واحد التوجه بإصدار عدد من المذكرات. شكرا. المذكرات الوزارية 444 و750 للآن العمال والولات مركبين لتنزيل القرارات. إذا نحن كذلك يجب أن نسير هذا التطور وهذا الإصلاح القطاع، وكفانا من الريع الغير الاقتصاد، وكذلك كفانا من الفساد داخل قطاع سيارة الأجرة. ويجب على المسؤولين أن يهتموا بهذا العنصر البشري اللي هو السائق المهني، لأن دائما هو كيكون الحلقة الضعيفة. وحان الوقت لجميع الهيئات النقابية اللي كتدعي نفسها أنها تدافع عن السائق وكذلك تدافع عن المشروعية ديال هذا السائق أن تناضل من أجله، لأن المركبة بدأت الآن بضوابط ديالها من طرف الوزارة الداخلية، ولكن هذا السائق دائما كيبقى على يعني كما كنقولوا على الشرط، واليوم يجب أن يكون داخل هذا المنظومة الجديدة وكذلك هذا الإصلاح، لأنه الحمد لله المشروع الملكي اللي هو دائما سيدنا كيعطيه الأهمية ديالو هو يعني الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، كانوا يعني في جميع الميادين، وعلى أن السائق هو من جزء هذا المواطن، ولكن الآن كيتبين بأنه تدار في واحد الخانة اللي هي ثقيلة عليه، لأن هذه الحماية الاجتماعية جابها صاحب الجلالة لهذه الفئة اللي هي فئة هشة وفئة فقيرة، إلا أنها يجب اليوم أن تكون مع الفئة ديال العمال في انظومة ديال الشغل حتى يتسنى له كذلك الاستفادة من جميع الحقوق كباقي الإخوان ديالو العاملين. على أي حنا اليوم هنا لإعلان على كاتب جديد وطني لإعطاء نفس جديد للنقابة الديمقراطية للنقل فيما يخص قطاع سيارة الأجرة. تحياتي لكم.